موجز لأهم الأخبار من سينيراما، أهلا بكم. آخر الأحصائيات من هيئة الصحة العامة السويدية تؤكد حصيلة اليوم، والتي بلغت 7206 إصابة، ولقي 477 شخصا حتفهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد في السويد، منهم أكثر من 303 في منطقة ستوكهولم لوحدها. وفي الوقت نفسه تتم رعاية طفل رضيع في جهاز تنفسي صناعي في المستشفى الأكاديمي في أوبسالا بعد التأكد من إصابته بالفيروس. تسببت جائحة كورونا في مشاكل كبيرة للسويديين ظلوا عالقين في مختلف بلدان العالم، بعدما أصدرت سلطات العديد من الدول قرارات بغلق الحدود الجوية والبحرية والبرية. هيوا أحمد حسن، سويدي عراق الأصل، توجه للعراق لزيارة عائلته في أربيل، لكن بعد وصوله لهناك بيوم واحد ظل هيوا عالقا هناك. تواصلت سينيراما مع هيوا، وللاطلاع على وضعه هناك أجرينا معه هذا اللقاء. طبعا انا سافرت 10:30 ساعات بالطياره، طيارتي كانت من ستوكهولم هولندا الى فرانكفورت ترانزيت، ومن ترانزيت فرانكفورت الى اربيل العراق. اجيت هون 10:30 والحمد لله كانت امور كلها ماشيه اول 4 ايام. بعد الاربع ايام صار الوضع تبع الكورونا وما في طلع طبعا، ولحد هالوقت طبعا مع التجوال احنا بس بالبيت، ما بنقدر نطلع ولا شيء، طبعا ممنوع كل اماكن بنطلع فيها. وشو صار بخصوص رجعتك؟ هل تواصلت مع اي جهه حكوميه او جهه رسميه بالسويد؟ طبعا لا، ما اتصلت باي احد، وكل طريق ما في الا حالي يعني. وانا كان رصاص طيارتي يعني 8:04 بينه وارجع عن السويد، وطيارتي راحت كنت حاجز التيكت طيارة، وطيارتي انلغت، وهلا حاليا انا هون بالبيت وما بقدر انا بعمل كل شيء، وكل طريق ما في، وحتى طيران ما في واقفة نهائيا. كانت فيها وترباح على اساس طيارة، بس الطيارة التيكت كانت غالية كتير، دخلنا عليها 35,000 كرون سعرها. زين احنا جايين هون سياحة يعني، واحد بده سياحة بيرتاح لشوي لو بيرجع ب35,000، وهاي المصاري صعبة واحد من وين بيجيبها يعني. في سفارة ولا كل شيء، حاولت أنا أتصل، حاولت كل شيء، إيميل واي لا يجاوبون ولا كل شيء، لأنه مع التجوال كل الدنيا مسكر بالعراق. عندنا في معلومات ممكن أنك تطلع عليها من الأخبار السويدية أنه تعطيك بس معلومة حتى تعرف شو رح يصير بوضعك؟ أتمنى هالشيء يصير، بس لحد الآن كل معلومة ماكو صحيحة. توقعات بارتفاع نسبة البطالة عن 10% بحلول الصيف، حيث تم إشعار العديد من الأشخاص بالتسريح من العمل منذ بداية تفشي فيروس كورونا في السويد، حيث بلغت عدد الإشعارات منذ بداية الأزمة حتى اللحظة 50,000 إشعار، منهم 25 فقط خلال الأسبوع الماضي قاموا بالتسجيل في مكتب العمل، والغالبية العظمى كانت من الذين يعملون بأوقات جزئية في قطاعات المطاعم والفنادق. شن نواب في البرلمان البريطاني هجوما على الصين، متهمين إياها بالكذب الذي يزهق الأرواح ويعرقل عملية مكافحة فيروس كورونا المستجد. وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بحسب ما أوردت صحيفة الصن البريطانية يوم الاثنين أنه كان يجب أن تطلع الصين بدور الرئيسي في جمع البيانات بعد تفشي الفيروس ونشرها. وأشارت إلى أن بكين سعت إلى التكتم على ما كان يحدث في بداية تفشي الفيروس الذي يعرف أيضا بكوفيد 19 في أواخر عام 2019. ووجهت اللجنة البرلمانية البريطانية أصابع الاتهام أيضا إلى روسيا وإيران، قائلة أن هاتين الدولتين ضالعتان في نشر الأخبار الكاذبة عن كورونا. وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة هونغ كونغ أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يعيش على قناع الوجه لمدة تصل إلى أسبوع. وتضاف الدراسة التي نشرت في مجلة لانسايت الطبية إلى مجموعة من الأبحاث التي أجريت بشأن مدة عيش فيروس كورونا المستجد وكيف يمكن أن ينتشر بين الناس. ووفق ما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، فإن الدراسة وجدت أن كوفيد 19 يمكن أن يستقر لمدة طويلة في بيئة مواتية، لكن القضاء عليه ممكن باستخدام الطرق المتعارف عليها. وقال الباحثون في تقريرهم، على المناديل الورقية يبقى كورونا لمدة لا تتجاوز 3 ساعات، على الزجاج والأوراق النقدية يعيش لمدة 3 أيام، أما على الفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك فيبقى لمدة
تتراوح بين 4 إلى 7 أيام. وأضافوا: وجدنا أيضا أن مستوى معين من الفيروس يبقى على الطبقة الخارجية لقناع الوجه بعد 7 أيام، لهذا السبب لا يجب لمس الجزء الخارجي من الكمامة أثناء ارتدائها أو بعد نزعها. حسابات وتوقعات لمجلة أمريكية متخصصة في شؤون المال تعطي كريستيانو رونالدو السبق في سباق المليارات، إذ توقعت أن يكون أول لاعب كرة وثالث رياضي تتجاوز ثروته المليار دولار هذا العام. بالرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وما رافقه من وقف لمباريات كرة القدم، إلا أن أموال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو ما تزال تتدفق. فبحسب تقرير لمجلة فوربس الأمريكية التي تعني بالمال نقله عنها موقع شبورت واحد الألماني، فإن لاعب كرة القدم البرتغالي البالغ من العمر 35 عاما قد يصبح خلال العام الحالي أول لاعب كرة قدم ملياردير في التاريخ. عندئذ سيكون رونالدو ثالث رياضي في التاريخ بعد لاعب الجولف تايجر وودز والملاكم فلويد مايويذر ليحقق ثروة تتجاوز المليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.